إذا قفزة أولى موفقة للعبة سابرينا. والنتيجة النهائية تكون الأفرج على القفزتين اللي أدتها. طبعاً أدت هوائية خلفية الجسم مفروض مع لفتين حول المحور الطولي للجسم مع الثبات. درجة صعوبة القفزة كانت 5.0. كان في خطأ بسيط في الثبات. لفتين مع الثبات. وخطأ في الهبوط للاعبة سابرينا من رومانيا. طبعا راح تكون القفزة غير موفقة. طبعا القفزة الثانية للاعبة سابرينا الرومانية أدت حركة اليورجينكو هوائية أمامية، وكان في خطأ مثل ما نشاهد بالتصوير البطيء في الهبوط. طبعا في خطوة طويلة للأمام راح يكون عليها خصم تقريبا نص علامة، وفي لمسة المرتبة على الأرض.